بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. معكم الدكتور قيصر جبار، أستاذ مادة مناهج البحث الإعلامي والتطبيقات الإحصائية في قسم الإعلام كلية الآداب الجامعة المستنصرية. أرحب بكم أجمل ترحيب في محاضرتنا لهذا اليوم التي سنتحدث فيها عن مكونات البحث العلمي. مكونات البحث العلمي هي تلك المفردات التي تكون بمجملها الهيكل العام لبناء البحث العلمي، أي بما معنى بشكله المتكامل الرصين. هي تتشابه في جميع العلوم والمدارس، سواء كانت في المدارس العربية أو المدارس الغربية. يجب أن تكون هذه المكونات بشكل متسلسل وفق تسلسل منطقي علمي. أول هذه المكونات هو عنوان البحث. يؤدي عنوان البحث وظيفة إعلامية تتحدث عن موضوع البحث ومجاله. يجب أن يكون هناك شروط للعنوان حتى يكون عنوان متكامل ودقيق. أن يكون مختصرا قدر الإمكان دون الإطالة. فضلا عن ذلك يجب أن يكون العنوان يعني غير غامض وغير مبهم. وكذلك يفضل أن يكون العنوان فيه متغيرات، مثل ما تحدثنا عن المتغيرات في المحاضرة السابقة، المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. في حقيقة الأمر المتغير المستقل هو المتغير الذي يؤثر في المتغير التابع، أما بالنسبة للمتغير التابع فهو الذي يتأثر بالمتغير المستقل. بعد مكون العنوان يأتي المكون الآخر هو الآية القرآنية، ثاني أحد المكونات الآية القرآنية. طبعا هذه المفردة هي غير ملزمة في البحث العلمي للباحثين، يعني الباحث الذي من غير ديانة أو من ديانة أخرى لا يلتزم بوضع آية قرآنية، أو يكتفي بوضع حكمة أو بيت شعر لأحد الشعراء، لكن بشرط أن تكون الآية القرآنية أو ما حل مكانها له علاقة أو لها علاقة بالبحث العلمي. ثالث هذه المكونات هو الإهداء، ومن ثم الشكر والامتنان. الإهداء هو البحث العلمي جهد علمي، يعني نشاط فكري يتطلب الكثير من الجهد من قبل الباحث، لذلك من حق الباحث أن يهدي هذا البحث إلى عائلته أو أقربائه أو أصدقائه. أما بالنسبة للشكر والامتنان فأكيد الباحث يعني يستعين بكثير من الخبراء، يستعين بكثير من الأصدقاء لإتمام البحث الذي قام بكتابته، وعليه يفضل أن يتم ذكر أي شخص قدم له مساعدة أو يد العون في مجال بحثه، سواء في توزيع الاستمارات أو في تحكيم أداة البحث أو ما شابه في هذا المواضيع. خامس هذه المكونات هو مكون المحتويات أو قائمة المحتويات. طبعا قائمة المحتويات بشكل مختصر هي الفهرس، مثل ما موجود في الكتاب نضع في قائمة المحتويات التي تكون على شكل جدول، نضع فيها رقم الصفحة وعنوان الصفحة وكذلك المضمون الموجود في هذه الصفحة، أي بما معنى رقم الصفحة وماذا تحتوي هذه الصفحة. يجب أن تكون هذه قائمة المحتويات في بداية البحث وفي مكانها. ومن ثم سادس هذه المكونات هو قائمة الجداول، قائمة خاصة بترقيم الجداول الموجودة في البحث، وكذلك نستطيع أن نعرف عن طريق هذه القائمة عدد الجداول الموجودة في البحث العلمي. سابع هذه المكونات هو مقدمة البحث التي تهدف إلى تعريف القارئ بأهم الأشياء اللي موجودة في هذا البحث، يعني البحث من يقرأ الباحث من يقرأ هذا البحث يفهم البحث بشكل عام على ماذا يدور وعلى ماذا يستند. من الممكن أن يتم ذكر أهم الأشياء اللي موجودة في المشكلة، أهم الأشياء التي سعى إليها البحث، أهم المواضيع التي تدور في هذا المجال، أي بما معنى تهدف إلى تعريف القارئ بموضوع البحث وتقديم موجز عنه. ثامن هذه المكونات هو الفصل الأول، الإطار المنهجي للبحث، وهذا يتكون أيضا من مكونات خاصة فيه، يجب أن تكون أيضا ويفضل أن تكون أيضا بالتسلسل. أول هذه المكونات الخاصة بفصل الإطار المنهجي أو الفصل المنهجي مشكلة البحث وتساؤلاته، ومن ثم أهمية البحث، ومن ثم أهداف البحث، ومن ثم منهج البحث، ومن ثم مجتمع البحث وحدود البحث، الدراسات السابقة ومصطلحات البحث. تاسع هذه المكونات هو الفصل الثاني، الإطار النظري، ويتم ذكر هذا في هذا الفصل أهم الأشياء المستندة على الكتب وعلى البحوث وعلى المصادر العلمية الخاصة بموضوع البحث. يعني موضوع البحث يتكون من متغيرات في الإطار
النظري يتم تعريف هذه المتغيرات والتفصيل في أجزائها ومفاهيمها. ويمكن أن يتكون الفصل الثاني الإطار النظري أو الفصل النظري من فصول، أكثر من فصل، كل فصل يحتوي على مباحث، ومن ثم التقسيم الآتي. بعد هذه المكونات، المكون الفصل الثالث الذي هو يتناول فيه الجانب الميداني البحث، هذا الجانب الميداني أو التطبيق الميداني أو الفصل الميداني يتم ذكر فيه المواد التي تم الاعتماد في حصولها على أدوات البحث العلمي، سواء كانت الاستبانة أو المقياس أو المقابلة العلمية أو ما شابه من الأدوات البحث العلمي لجمع المعلومات، يتم بالتفصيل ذكر النتائج الموجودة في ذلك الأداة أو في تلك الأداة. بعد الفصل الميداني تأتي النتائج، وهنا النتائج تعتمد بشكل كبير على الفصل الثاني والفصل الثالث، أو يعني الفصل الخاص بالإطار النظري والفصل الخاص بالإطار الميداني. يتم ذكر ما توصل إليه الباحث أثناء أو خلال جمع معلوماته وبحثه في هذا المجال، يجب أن تكون النتائج نظرية وميدانية. بعد النتائج الاستنتاجات، يتم الاعتماد بشكل كبير في الاستنتاجات على النتائج، أي يجب أن تكون الاستنتاجات مبنية على نتيجة معينة، ويفضل أن تكون النتائج ومن ثم الاستنتاجات، أي بما معنى يعني النتيجة تبنى على أساسها الاستنتاجات، لا توجد استنتاجات بدون نتائج، وعليه في الاستنتاجات يتوصل إليه الباحث في ضوء النتائج التي حددها. بعد الاستنتاجات التوصيات، وهنا التوصيات هي مقترحات يحاول الباحث عن طريقها وضع الحلول لمشكلة بحثه، أي بما معنى يجب أن لا يسهب في ذلك. وقبل الأخير هو قائمة المراجع، ويمكن ذكره في قائمة المراجع كل المصادر التي تم الاعتماد عليها في البحث، ويجب أن تكون متسلسلة بشكل أبجدي، ويذكر كل المصدر الموجود في هذا البحث ما عدا رقم الصفحة في قائمة المراجع. ومن ثم أخيرا الملاحق، هنا في الملاحق تتضمن مخططات أو نشرات أو تقارير أو كتب تسهيل مهمة تم اعتماد الباحث عليها أثناء عمل البحث. طبعا في هذه الملاحق، في مكون الملاحق، يمكن للباحثين الآخرين أو القراء أن يفهموا أن هذا الباحث على ماذا اعتمد حتى تمكن من إكمال هذا البحث بشكل يعني تام. أخيرا أوجه لكم شكري وامتناني، وألتقيكم في محاضرة مقبلة إن شاء الله. تحياتي.